أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من برنامجنا دردشة مع هند. ضيفنا النهاردة المستشار في العلاقات الدبلوماسية، المستشار محمد حجاج حرب. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا فندم. ومعانا ياسين محمد حجاج. أهلا بك ياسين، شرفتنا. معانا الست المستشار، اتفضل كلمنا، عرفنا بنفسك وكلمنا عن نفسك. أولا أنا اسمي المستشار محمد حجاج حرب، من الأقصر، مستشار دبلوماسي بالمنظمة العربية الدولية لفض المنازعات، وإحنا أساسا من السادة الأشراف من جعفرة من الأقصر. وبحب طبعا أولا أن أنا أحيي القناة والأستاذة هند برضو والقائمين على البرنامج، ودي فرصة سعيدة جدا أني أنا بظهر مع ناس أفاضل زي حضراتكم. شكرا، ربنا يخليك سيادة المستشار. وفي بداية حلقتنا عايزين نعرف من حضرتك، وحضرتك تكلمنا عن القانون العرفي. أول حاجة هو بنتكلم في حاجة اسمها الأحكام العرفية. الأحكام العرفية بتنقسم لكذا شق. في الأحكام العرفية اللي هي بتكون في موضوع من ناحية الشق القانوني وبيأخذ به القانون، إن لو تم صلح، لو كانت في قضايا في القضاء نفسه وتم بيها صلح ومتخذ به أوراق ومسجلة في الشهر العقاري، بناء عليه القاضي بدام وصل له موضوع إن في صلح في بعض أشياء معينة، زي ولنفترض جدلا زي الشيكات أو الكمبيالات أو إني ممكن أستأذن حضرتك يا سيادة المستشار. أنا اللي أنا أعرفه يعني حضرتك مستشار فض المنازعات. نعم. هل المشكلة بقى لازم بتوصل للقضاء الأول، القضاء اللي هو القانون يعني، وبعد كده بنحلها، ولا بنحلها قبل؟ لا لا لا، مش شرط. هي بتكون فض المنازعات ولنفترض يعني هيكون مثلا ولنفترض زي طار. ايوه طار. أيوة. من ناحية الطار لو وصل الموضوع للقانون دي ما فيهاش صلح. هو بيكون الصلح في الطار ان ما يؤخذش واحد زيه تاني، ولكن خلاص المحكوم اتحكم عليه. بنحاول نصلح ما بين العيلتين بالظبط، بحيث ان ما يكونش فيه سأريات. ايوه. لكن في من ناحية القضاء العرفي ولنفترض على قطعة ارض ما بين ابن عم وابن عم، فبنقعد احنا وبنحكم بينهم وبنحط بعض قوانين عرفية متخذ بيها بين الناس وبين العائلات، ان لو حد تعدى على بعض بيكون في مبلغ وقدره مكلف بيه كد كده دفعه. ايوه، يعني بتحكموا عليه بالظبط، هو مثلا المبلغ ده لازم بيتدفع، لازم بيتدفع وبينفذ وبينفذ. هو بينفذ. اول حضرتك، هو اول مرحله بيكون جلسه عرفيه وبيعرضوا فيها الـ 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 المشكله نفسها، وبناء على المشكله بندي انذار مبدئيا ان الموضوع ده لو اتكرر تاني ان هيكون عليك مبلغ وقدره كد كده. طب لو نفترض جدلا ان هو معهوش فلوس، يبقى معاه قطعه ارض. طب لو معهوش ارض، لو معهوش ارض بيحصل ايه هنا؟ بيكون اولا احنا لما بنيجي نحكم مش بنجيب شخص واحد بس نتكلم عليه كاحكام عرفيه، بتكون معاه عيلته، بيكون كذا شخص من نفس العيله. ده من ناحيه الصعيد. ايوه، يعني اخوه، ابن عمه، العيله نفسها كده يعني. دايما احنا عندنا في الصعيد هناك العائلات ما بيحبوش ان هم يدخلوا في مشاكل سأرية او مشاكل بينهم ما بين بعض. بس رقم واحد بيكون ان الشخص نفسه مش معاه فلوس، مش معاه ارض، ولكن كعيلته، عشان مش عايزه ان هي تتحط في وضع محرج وسط العائلة. اسم العيلة بالظبط، عشان اسم العيلة بطريقة مش كويسة، او يتكلم عنهم مش بطريقة مش حلوة بالظبط. فعشان كده هو بيضطروا ان هم طيب عشان حفظ لماء الوجه. ست المستشار اتفضل. الحاج عبد الحميد. الو. ايوه الو. ايوه الو. اتفضل. ايوه معاك سامعني. اتفضل. انا ما مشكلة عرض عليكم ما الستان مع حضرتك. معي مشكلة عايز اعرضها عليكم. اتفضل اتفضل، سامعين حضرتك، اتفضل قول مشكلتك.
طيب المشكلة معانا احنا طبعا السماد من 2014 2015 تحول من البنك الزراعي على الجمعيات الزراعية، أنا رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية. واستلمنا الملح وحولنا الأرصدة بتاعتنا احنا الفلوس بتاعت الجمعيات على مستوى محافظة جني على الجمعية المركزية. والجمعية المركزية راحت جابت لنا البنك ثاني قالت فلوسكم ما قضتش. وجابلنا فوائد من 2014 2015 لغايه 2019. قال لنا لا يا عم مش هجيب لكم ملح ثاني. لموا منكم حق ثمن الملح وهتنقل. لمينا برضه. راح جايب لنا فوائد 5 سنين. الجمعيه عليها 100,000 وجمعيه عليها 120,000. اكيد حضرتك فاهم اللي بيحكي. وحدث منينا 13 نقله في 1000 شكاره. من عندنا اول ما جاب الناس والقمح لغايه دولك ما تملحش، القمح اتدمر بتاعنا احنا. حضرتك مع المشكله سيادة المستشار. وقت ما جابوهولناش وحاجز منينا 13 شكاره، 13 نقله، في كل نقله 1000 شكاره. مدفوع 8 من دم الزارعين الغلابي. فاحنا عايزين الناس للسيد الوزير، الناس للرئيس الجمهوريه. طيب معالي المستشار هيرد على حضرتك. يا عم عبد الحميد حاضر، شكرا. هو اولا طبعا دي اختصاص البنك الزراعي اللي هو بيخص بعض الاراضي، بيتكلموا على الملح بالنسبه للسماد والارض انا كنت عايز اسال عن حكايه الملح. وقول الملح اللي هو حضرتك بيترش في الارض للزراعه اللي تمام. هو السماد الاسمده زي يعني. الاسمده يعني أيوة. تمام. فطبعاً دي اختصاصات، يعني هو الحاج لما بيتكلم على نقطة معينة، فدي أكتر واحد يحلها بيكون عضو مجلس الشعب. أيوة. عضو مجلس الشعب هو بيتكلم على لسان حال الشعب لما بيكون مجلس في مجلس النواب حضرتك. أيوة. لما بيكون في مشكلة حضرت زي كده مثلاً، طبعاً دي مش اختصاصنا احنا تمام كده، دي احنا فضل النزاع شيء تاني هنتكلم يعني عليه حضرتك بعدين. حضرتك دي مش يعني حلها مع عضو مجلس نواب ان هو يحلها بالزبط. في المجلس او بيعرض المشكله ده في المجلس، لان ده عباره عن بالظبط ده عباره عن من بالظبط الملح. بيكتب مذكره، لان ورق بتكتب مذكره بيعرض فيها المشكله بتاعه الفلاحين. معانا اتصال تاني يا سياده المستشار. معانا مدام عزه. الو السلام عليكم. اتفضل. عليكم السلام، مع حضرتك يا مدام عزة. مدام حضرتك كنت عايز اسال على قانون التصالح فين ده؟ قانون التصالح في مخالفات الزنا. اتفضلي. حضرتك احنا عندنا قطعة أرض، يعني قطعة أرض زراعية. أيوه كملي. بس يا مدام عزة، موضوع التصالح يعني التصالح ده مش موضوع الحلقة بتاعتنا. موضوع الحلقة بتاعتنا التصالح العرفي، يعني نزع المستشار بيحل أو بين إيه؟ بين العائلات. بين العائلات، بفض المنازعات بين العائلات. اتفضل يا ست المستشار. طبعًا أولًا بالنسبة للناس اللي اتصلت، هم في ذهنهم إن الموضوع إن أي مشكلة يبقى اللي موجود هو يحلها. لا، هو في اختصاصات، فاحنا ما نتعداش على الاختصاصات لان ليها قوانين وليها نصوص. موضوع الصلح بالنسبه للعقارات او الاراضي او الشقق ده قانون منص من تجاه الدوله، فبناء عليه الصلح او ان هو بيتصالح او بيدفع مبلغ معين، كان مخالفات او ان كان مخالفات بناء، دي بتكون المحامي نفسه هو برضه اللي بيختص بالموضوع ده وهو اللي بيمشي على هذا الوضع. ايوه، يعني هي توجه لمحامي بالزبط. هو المحامي طبعا هو كفيل بالموضوع ده. اما بالنسبه للموضوع الاولاني اللي بيحله عضو مجلس النواب، يتوجه لاي عضو مجلس نواب اللي مسؤول بالزبط. عن الدايره بتاعه حضرتك بالزبط. وهو بيحلله المشكله بالزبط. تمام بالزبط. طيب نرجع لموضوعنا سياده المستشار، وعايزين نعرف من حضرتك كيفيه فض المنازعات في الصعيد. طيب، أولا فض المنازعات في الصعيد بينقسم لشقين. الشق الأول بيكون ما بين ورث، كنزاع ورثي أو نزاع طار.
يعني ولنفترض جدلا في بعض بلاد في صعيد مصر انه مش بيورثوا البنت. ايوه البنت مش بتورث بعض بلاد ولكن مش كله، وفي بعض بلاد بعض عائلات ما بيورثش اخوه الصغير يعني. لا هو الحته المشكله اكتر جدالا موضوع ان البنت مش بتورث بالظبط. أيوة كده ممكن يدوها مبلغ مادي مقابل فلوس. ان هي ما تورثش مثلا في الارض عشان الارض ما تروحش لحد غريب. ايوه ان لان ان ان يعني ابنها هي على اسم واحد تاني مش من تبع العيله. في نفس الوقت لازم الارض تبقى بالنسبه لهم الارض عرض، فانا ما ورثش البنت. فده من الحاجات دي كشريعه اسلاميه طبعا خاطئه تماما. لان مذكور الكلام ده في القران. المفروض ان ابسط امثله لما بنيجي نتكلم في موضوع الورث بنشوف والله في نزاع عن ورث على قطع اراضي، في نزاع عن عقارات، دي برضو بنحلها مش بس في الارض عرفي. يعني اللي عنده يقين ان البنت مش هتورث في حاجه، مش بس بالزبط الارض بالظبط مش في حاجه خالص يعني، حتى ولا بيت ولا ارض ولا فلوس، هي ملهاش ورث. هو ملهاش ورث ولكن بيدي مكان الارض بيدي مبلغ. يعني ولنفترض ان يعني هي ليها مثلا 10 افدنه. ايوه ياخد تاخد يعني ال 10 افدنه بمقابل، بس مش بيكون كمقابل حقها تماما، بيكون جزء من حقها فده طبعا ده يعتبر مش اخذ حق. ايوه ولكن احنا بنتدخل في بعض حاجات زي كده، في عائلات بتكون عندها تصميم كامل في الموضوع ده، الموضوع محسوم عندهم مش هتاخد. فاللي زي كده بيكون في عائلات محدده مش بندخل معاها في فض منازعات، لان بالنسبه لهم دي قوانين عيله. ايوه فعشان ما تحصلش برضه بيننا ما بينهم صدام، فخلاص هم دي قوانين عيلة عندهم، هم ده وضع تاني. ولكن هي طبعا في اللحظة دي بتبقى عندها شيء مخجل ان هي تتجه للمحاكم، يعني شيء مخجل ان هي تشتكي اخوها او كده، يبقى في مقاطعة بالظبط طول العمر يعني. فهي بتضطر خلاص هي بتتنازل عن ال هي قدامها حل حاجة. من الاثنين، يا تتنازل عن حقها يا اما هو مش معنى تنازل للقضاء. هو مش تنازل ولكن هي بديها مبلغ من المال. أيوة. لكن هي مش بترث مع قصدي برضو يا سياده المستشار انها لما تاخد مبلغ ما هو مش حقها الكامل، مش حقها فهي الكامل. بالتالي اصبحت اتنازلت عن حقها بالظبط. تمام مظبوط يا فندم. طب احنا نرجع لياسين. ازيك يا ياسين، نورتنا. الحمد لله. ياسين طبعا انت استفدت من بابا كتير، بتحضر مع بابا بقى فض المنازعات؟ واحده كان في القاهره وفي فلوسه، كان فلوسه كان بيحل مشكله كانت كبيره في الشرابيه، واخدك معاه. اخدني الشرابيه دي هنا في القاهره. الشرابيه هنا في القاهره. طيب انت بقى يا سين لما تكبر ان شاء الله عايز تبقى مستشار كده دبلوماسي زي بابا وتفض المنازعات، ولا ليك اتجاه تاني؟ لا انا اكيد عايزه ابقى زي بابا وزي ويحل مشكلات الناس، بس مع ذلك عايزه اكون ادخل الكليه الحربيه. جميل، الكليه الحربيه جميله، ربنا يحقق لك حلمك ان شاء الله. امين يا رب. نرجع طبعا احنا اتكلمنا عن كيفيه حلول قضايا بالورث. نعم. عايز اسال حضرتك ايه الفرق، حضرتك طبعا بتفض منازعات في القاهره وفي الصعيد. نعم. عايز اسال حضرتك ايه الفرق ما بين الاثنين؟ اولا في الصعيد بتحكمنا احنا قوانين كصعيد عائلات. من ناحية العائلات لما بتكون حل المشكلة بسيطة وسهلة بالنسبة لنا، لان احنا بنشوف مين كبير العيلة، بنتواصل معاه الاول بالزبط. ونعرض عليه المشكلة، بنعرض عليه المشكلة وبعدين هو بيساعدنا اصلا في حل المشكلة. أيوة. وبيقول مثلا مين الشخص اللي هو المسيء في المشكلة دي، وهو بيصرحنا. كبير العيلة دايما بيكون صريح في الكلام. أيوة. وبعدين الناس كلها بتحترمه وبتوقره، واحنا اول ناس بنوقره وبنحترمه. ولكن في القاهرة هنا بيكون في بعض اختلافات، انها بتكون فض النزاع مش بيكون بين عائلات، بسيط جدا بيكون بين عائلات، ولكن في المناطق الشعبية بيكون في عائلات. أيوة. وفي العائلات برضو بيساعدونا في موضوع فض النزاع. ولكن هنا اكتر مشكله بتقابلنا في القاهره هنا ان كل واحد مختص بنفسه، مشكلته مختصه بنفسه فعلا. فدي يعني زي مشاكل زوجيه.
برضو نفس الوضع عشان ما يوصلش الموضوع لبقلق، برضو بنحل المشكلة نشوف سبب المشكلة ايه بالظبط. بس ده بيكون يا فندم ده بيكون بناء عن ثقة الشخص فينا احنا. مادام لجأ لكم يا سيادة المستشار يبقى اكيد واثق فيكم. بالظبط. يعني مادام هو اخذ الخطوة ان هو يلجأ لكم عشان تحلوا معاه المشكلة يبقى اكيد واثق فيكم. هو هي ثقة، وبعدين في نفس الوقت بيكون وصل يعني بيكون وصل لوضع ان هو يعني مش عايز يدخل محاكم. يعني ليجي يعني عايز حد مثلا ان هو يحل له المشكلة عشان ما تكبرش منه. وهنا برضو في القاهرة يعني اخر مرة كانت في مشكلة برضو ورث برضو في القاهرة هنا، وحلناها في المنظمة العربية الدولية، وكان المستشار هيثم المغربي، وكان المستشار صلاح الدين، والمستشار أسامة نبيل، الأستاذة نهاد. تواصلت أنا مع الناس. كانت المشكلة الورث دي ليها 6 سنين أو 7 سنين في المحاكم. أيوة. والبنات مش طايلين ورث من إخواتهم الولاد، فتواصلت معهم. ده بفضل ربنا أولا طبعا، أني تواصلت معهم في ساعتين في التليفون، في ساعتين كان الموضوع خلص. بعديها بيومين جه المكتب وجه المحامين معهم وخلص الورث تماما. هم الموجودين، وكانت معهم والدتهم ست كبيرة، وبعتنا لهم عربية لحد البيت يعني عشان خاطر نسهل عليهم. أيوة. المشوار. الموضوع خلص ما كملش بساعة زمن بعد ما كانت في المحكمة 6 سنين. وبعدين في نفس الوقت كانوا هم زعيم من بعض جدا. يعني دي الفرحة الأكتر، مش في الفلوس ولا في العقار، الفرحة الأكتر البعض. إنهم رجعوا لبعض بالفعل، إن هم كانوا إخوات يعني عفوا يعني إن هم إخوات وكانوا زعلانين مع بعض. فدي تكفينا وحديها حتة الصلح. إن أيوة. أخ الإخوات رجعت لبعضها، والأم فرحت جدا بالوضع اللي قدامها. أيوة. إحنا بصراحة يعني أنا عن نفسي كسبت الدعاء. أيوة. فده شيء يعني كويس جدا بالنسبة لنا. في حضرتك نزاع برضو بيكون في الشرابية، وطبعا بيكون واقفين معانا السادة النواب، إيهاب العمدة، إيهاب العمدة، وبالضبط كده، وعمر بوطني، والسيد أمين مسعود. ولكن في مشاكل بتحصل، في مشاكل بتكون صعبة جدا في الشرابية. احنا مش بنهين حد في الشرابية، احنا بنقول الشرابية عشان مش منطقة شعبية بحتة صعبة جدا، فيها معلمين كتير، فيها صناع كتير. أيوة. فبيكون فيها بالنسبة للمشكلة كل يوم على معلمين ورث بينهم وبين بعض. أو استأذن حضرتك معنا مداخلة تليفونية. الباشمهندس صابر، ألو. فصل. ترجع لنا تاني يا باشمهندس. اتفضل يا ست المستشار. طبعا في ناس بتساعدنا برضو في الشرابية، ناس كتير جدا كويسة، زي واحد مثلا محترم جدا المعلم حمادة صلاح، ده بيساعدني جدا في موضوع حل المشاكل، واحنا مسمينه ذو الوجه البشوش. ان هو أيوة يعني هو بيحل كده بروح التعاون يعني هو بيتصل بيا بيقول لي مثلا في موضوع يا ريت، وفي حاجات بتتحل اولا طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وربنا بيجعلنا سبب لهذا الوضع. وبعدين انا من مكاني هنا طبعا بشكر والدي. هنستأذن حضرتك معانا مداخلة. ألو. ألو، مساء الخير. ألو، المخرج الشاب مصطفى بكري. أهلا بحضرتك أستاذ مصطفى، منورة الحلقة أنت والمستشار محمد حرب. تسلم. أهلا وسهلا يا فندم. كان عندي بس استفسار بسيط للمستشار محمد حرب. اتفضل. اتفضل اتفضل يا أستاذ مصطفى. كنت حاضر في مشكلة، تمام، صلح. في طار ما بين أخ ما بين ابن عمه. نعم. أيوة. تمام. فهنا اللي هو الاخ الكبير موافق بالصلح، تمام، لكن الاثنين الصغيرين اخواته مش موافقين بالصلح، تمام. هنا ايه اللي ممكن يتعمل بالظبط في مشكله زي ده؟ اولا طب في سؤال ثاني يا استاذ مصطفى. حضرتك هيجاوبك يا استاذ مصطفى، اتفضل يا ست المستشار. اولا طبعا احنا هو حضرتك بيتكلم بيقول ان الاخ الاكبر موافق بالصلح، دي رقم واحد حتى كويسة جدا. أيوه. الصغيرين الكبير بادئ بالصلح، اهو ده حاجة كويسة. الصغيرين في مشكلة هنا الناس بتجابلها. أولا موضوع حتة إن اللي بيتكلم لازم عنده يكون موضوع الإقناع والقبول. أيوه. أولا القبول، لو ما فيش قبول للشخص
اللي هو بيحل مفيش حاجة هتتحل. لازم القبول الأول، دي حاجة. الحاجة التانية لازم يكون الشخص اللي هو بيسمعني أنا عشان أحل المشكلة بتاعته يكون ثقة إني أنا لا لي ناقة ولا لجمل، يعني لا هاخد من ده فلوس. مش استفادة حل المشكلة، أنا بحل لوجه الله سبحانه. بالظبط كده. فالصغيرين هنا بقى يعمل إيه؟ بناخد كل واحد على حدة، نشوف إيه سبب رفضه. أيوه. بناء على هذا الوضع إن إحنا بنتكلم حسب عقلية، زي ما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خاطبوا الناس على قدر عقولهم. فإحنا بنتكلم على كل شخص على قدر تفكيره. بننزل لمستوى تفكيره، إن كان تفكيره بسيط، لو كان مستوى تفكيره عالي بنبقى في مستوى واحد. تفكيره أيوه. ولكن ما ينفعش ان احنا بالظبط ما ينفعش ان انا اجيب الاخوات كلهم قدام بعض، هتحصل برضو مشكله بينهم ما بين بعض. لا، انا اخد كل واحد على حده لحد ما اوصل لحل، وبفضل ربنا بنوصل لحل الحمد لله. الحقيقه يا سيادة المستشار الكلام مع حضرتك يعني شيق جدا، ربنا يبارك واستفدنا فيك من الحلقه جدا، واتمنى ان اعزائي المشاهدين يكونوا استفادوا من الحلقه. حضرتك شرفتنا النهارده وشرفتنا ياسين، وانا حابب بس ان انا اشكر والدي الحاج حجاج حرب. اتفضل اتفضل. من مكاني هنا، هو اللي علمنا نتكلم ازاي، او نحترم الناس ازاي، او ان احنا نحل ازاي. واخويا برضو المستشار برضو حسن حرب برضو في موضوع النزاع. وبنشكر السادة الافاضل كلهم، وحضرتك والقناة والمعدين والبرنامج طبعا. وبشكركم، وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء. احنا سعداء بحضرتك والله يا سيادة المستشار، واستفدنا من الحلقة، ويعني بشكر حضرتك وبشكر ياسين. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية حلقتنا، إلى لقاء آخر إن شاء الله.